بكم مجددا، واليوم عدنا لكم بهذا العود الجميل. مواصفات هذا العود ان الوجه من السدار، الظهر عندنا من خشب الصنوبر وخشب المهوغني، بالاضافه للزند والبنجوق. المفاتيح والمسطره من الأبانوس درجه اولى. اوتار العود هذا من الكروشنر الازرق دوزان فافا. قياسات هذا العود: العرض 36، العمق 20، طول الزند 19.5، عرض العظمة 3.9. مصدر عندنا من الأبانوس كما ذكرنا. هذه هي مواصفات العود بالكامل، راح نركز عليه بالتصوير أكيد من كل الجهات بعد قليل أثناء العرض. نسمع العود ونختبر مختلف مساحات صوتية أكيد مثل ما تعودنا دائما، واكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات أكيد. أهلا وسهلا فيكم، نبدأ. Thank you.
ختام عرض هذا العود نجي الاختبار الأخير العصر فنجر بورد كامل. بالتوفيق والقاكم.